محطة غاز حيوي بجوار مصنع أودي. في المناطق المحيطة بنهر أمس يمكن إنتاج وقود المستقبل والذي يسمى الغاز البيئي. المسؤول عن هذا المشروع هو هامان بينغ. إنه يريد ترويض غاز ثاني أكسيد الكربون الملوث للمناخ تماماً. هنا يؤخذ ثاني أكسيد الكربون كمادة خام لإنتاج الغاز البيئي الذي يحرق في السيارة ليعود إلى الهواء مجدداً. إنها دورة مغلقة لا يجدد فيها إنتاج هذا الغاز. من مصانع الغاز الحيوي المجاورة يتم الحصول على غاز ثاني أكسيد الكربون كمادة خام، وبمساعدة الهيدروجين والتيار الكهربائي ينتج في مفاعل غاز بيئي يمكن استخدامه كوقود للسيارات، ليصبح غاز ثاني أكسيد الكربون بذلك أساساً لوقود اصطناعي. منذ سنوات وهامان بينغ يستخدم في سيارته الوقود البيئي. يمكن حقن الغاز البيئي في شبكة الغاز الطبيعي الموجودة، فهو لا يحتاج إلى محطة غاز جديدة كحال السيارات التي تعمل بالبطارية. مدير المشروع هامان بينغ مفكر ناقد وواقعي، يعرف أن حل الغاز البيئي الذي ابتكره ليس دواء شافيا لجميع مشاكل التنقل، فأساليب التنقل في المستقبل متنوعة. هل وقود المستقبل هو الهيدروجين أم الكهرباء أم شيء آخر؟ والجواب هو كلها. كافة التقنيات اليوم يمكنها المشاركة لاحقا في خفض كميات غاز ثاني أكسيد الكربون، لكن الأهم هو استخدام الوقود المتجدد أو الغاز المتجدد أو التيار الكهربائي المتجدد. فمستخدم الطاقة هو من يحدد كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وليست ماسورة العادم. تواجه صناعة السيارات وكذلك صناعة الصلب ضغوطات هائلة للحد من الانبعاثات الناتجة عنها. انتقلنا إلى مدينة دويسبورغ وتحديداً إلى مقر شركة تيسنكوب لتصنيع الفولاذ. صاحب الأفكار الجديدة في هذا الموقع هما ماركوس أوليس وفيبكا لوكا. إنهما يقومان حالياً ببناء مصنع للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مصانع الصلب. نسعى في إطار مشروع كاربون تو كيم إلى استخدام ثاني أكسيد الكربون كمادة خام وإنتاج مواد كيميائية منها. يترافق إنتاج الصلب مع إنتاج ما يسمى بالغازات المعدنية، والتي يتم حبسها وحرقها لإنتاج الكهرباء وللتدفئة، وهذا يؤدي بدوره إلى نشوء كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون. يعمل النظام الجديد على غرار مصنع أودي بما يسمى عملية التحليل الكهربائية. يستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون كأساس لإنتاج منتجات كيميائية كالأسمدة الصناعية. لا يعتبر مدير المشروع غاز ثاني أكسيد الكربون غازاً عادماً بل مادة خام قيمة. وفي مصنع دويسبورغ للصلب وحده يتم إنتاج 20 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. فإذا ما نجحت الفكرة فسوف تنشأ مجلة عمل جديدة. هناك حوالي 60 موقعاً مماثلاً لموقعنا هنا في دويسبورغ، ما يسمح لنا بنسخ الحل بشكل كامل. يدفع مصنع تيسنكوب عن كل طن من ثاني أكسيد الكربون أكثر من 9 يوروهات كضريبة تلوث، وقد يخفض عمل مديري المشروع قيمة هذه النفقات بشكل هائل، لكن هل سينجحان في ذلك؟ ليس لدينا هدف في إنتاج منتجات خاصة بنا، بل نسعى خلال 3 سنوات إلى إثبات عمل المشروع لننتقل بعدها إلى الخطوة التالية للإنتاج برأس مال كبير. يتم إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون في مصنع أودي بنجاح منذ سنوات، لكن أمام هامان بينغ الكثير من التحديات. فالمصنع لا يعمل إلا إذا توفرت طاقة رياح كافية في السوق لا تكلف شيئاً تقريباً، وهذا ما يجعل المصنع خاسراً حالياً. إنها لا تزال خاسرة لأننا ندفع ضرائب عالية جداً، ولأنها تكنولوجيا لا تزال في بدايتها. فإذا انخفضت تكاليف الاستثمار في التحاليل الكهربائية خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يمكن مراقبته الآن أيضاً، فسوف تصبح التكنولوجيا أرخص كثيراً. أفكار جديدة في صناعات قديمة. فكرة استخدام ثاني أكسيد الكربون كمادة خام واعدة جدا، ستسمح بالنظر لملوث المناخ من منظور جديد تماما.